إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا البرنامج أو هذا البروغرام ديال وان نوت كيدعم اللغة العربية. ألوغ باغ ديفو كيجيب بحال هكا بالفرنسية، دونك إلا لا تيليشارجيتو بشي لغة أخرى. دونك لذلك مثلا إلا بغيت نردو باللغة العربية، دونك لذلك شنو غندير؟ غنمشي لفيشي، دونك غنكليكي على فيشي، أبخي كنمشي لأوبسيون وكنكليكي على لونغ. وهنا إلا لاحظتو اللغة اللي باغ ديفو هي اللغة الفرنسية، مثلا عندي أنا هي اللغة الفرنسية. ألا كيفاش غندير نضيف اللغة العربية أو لا لغات أخرى، مثلا اللغة الإنجليزية أو أي لغة كانت؟ دونك كنكليك على انستالي دوتر لونغ دافيشاج أبارتيغ دوفيس فرانكا، دونك كنكليكي تما وكنختار مثلا اللغة العربية وكنكليكي على انستالي. دونك طبعا الأمر غياخد شوية ديال الوقت. اذا بعد ما ضغطنا على انستالي كتفتح واحد الصفحه في المتصفح ديالنا، مثلا كتفتح واحد الصفحه جديده اوتوماتيكمون كتفتح راسها. مكتوب عندك هنايا انستالي لو موديول لانغويستيك ارا بور اوفيس 32 بيت، فوالا كدير هنايا تيليشارجي، كتكليك على تيليشارجي. دونك كنتظرو. دونك لاحظ كتبان معاك هنايا تيليشارجمون، الا لاحظتو في هذا المكان كيبان على انه كيتيليشارجي داك الباكيج ديال لا لونغ. دونك اون فوا تيليشارجي هذا طبعا اكزيكوتابل، كنكليك على هذا الباكيج، كتكليك عليه فقط. دونك راه كيحاول انه يانستالي دابا داك الباكيج ديال اللغه العربيه كما كتلاحظ. من بعد كتبان هذه الصفحه هذه، دونك احفظ عملك قبل المتابعه. دونك غادي نديرو متابعه. دونك يتم الان اغلاق التطبيقات. دونك راه حاول انه يغلق ذاك التطبيق ديال اوفيس، التطبيق ديال اوفيس ون نوت او مايكروسوفت ون نوت. دونك يتم الاغلاق ديالو باش يتم التثبيت ديال اللغه العربيه، عاد من بعد غادي يشتغل طبعا. اذا من بعد كتبان واحد الايقونه هنا في الاسفل، لاحظوا يتم الان تثبيت اوفيس في الخلفيه، انظر هنا لمعرفه الحاله. دونك كليك على هذه الايقونه، لاحظ يتم تثبيت اوفيس في الخلفيه. دونك 0%، دونك غادي ياخذ شويه ديال الوقت باش يتم التثبيت. دونك كما كتلاحظوا 2% مثلا. الرجاء عدم العمل دون اتصال، يعني خصك ضروري تكون متصل بالانترنت. دونك سكي فيه هنا شنو غادي يحاول يدير؟ غادي يحاول انه يغير او يزيد اللغه العربيه لاوفيس. اذا من بعد ما كتانستالي داك الباكيج ديال اللغه العربيه، كيتانستالا داك الشيء كلشي اوتوماتيكمون، كيبان هنايا في هذا المكان كما وريتكم، كتخليه كيتانستالا براسو. ابخي الوان نوت كيتسد، كتعاود تفتحو. دونك لاحظ وكنمشيو للفيشي. الوغ هنايا في هاد الفيشي هادي غادي ندخل اوبسيون، غادي نمشي ديريكتومون لونغ. الا لاحظتو زدت هنا اللغه العربيه بالنسبه للونغ دافيشاج ديال الاوفيس، يعني غادي نغير الواجهه ديال البروغرام غتولي باللغه العربيه. شي فيها انك تكليكي هنا وتكليكي على ديفينيغ كوم لونغ باغ ديفو ولا نوتي سي بيان. الوغ سينو حتى في لا فيريفيكاسيون لانغويستيك، يعني الا بغيت نفيريفي لي فوت ديال لورتوغراف ولا اخر، كان ممكن نفيريفيهم مثلا باللغه العربيه بويسكو اللغه العربيه تزادت. الوغ شي فيها انك تختار اللغه اللي بغيت وكدير ديفينيغ كوم لونغ باغ ديفو. دونك حنا غنخليو الفرنسيه اللي كانت ديجا اصلا. الوغ هاد الطريقه هادي هنا الاشاره، هاد الطريقه هادي صالحه فاش؟ مثلا الا كنت مثلا عندي وان نوت، هاد البرنامج هذا هاد وان نوت هذا باللغه الفرنسيه، وبغيت نضيف مثلا لغه اخرى او نضيف مجموعه من لغات اخرى اللي نخدم بها، طبعا بامكاني ندخل هاد اللغات هذو ونغير الواجهه ديال البرنامج بلغه اخرى. اما اذا كان في الاصل انا تيليشارجيته باللغه العربيه، دونك راه عندك باللغه العربيه اصلا، يعني بامكانك تستغنى على هاد الطريقه هذه اللي وريتكم دابا، وتمشي للاوفيس 365، يعني للموقع الرسمي ديالهم ديال اوفيس 365، وتحاول انك تيليشارجيه باللغه العربيه. يعني في البدايه كتيليشارجيه باللغه العربيه من الاول يعني. فوالا، دونك اذا كان مثلا تيليشارجي باللغه العربيه وبغيت تضيف له الفرنسيه، نفس الطريقه هي هذه اللي شفنا دابا، هي نفس الطريقه. او لا مثلا نضيف له لغه اخرى، نفس القضيه، كندخل كما قلنا دائما كندخلوا للفايل وكندخلوا لهاد لي زوبسيون، كنمشيو للونغ وكنختار هنايا انستالي دوتر لونغ دافيشاج ا بارتيغ دوفيس، كومسا كتغير اللغه ديال لافيشاج ديال البرنامج.